خلاص واضح كذا الكلام اللي خلص فيه ده بعد كلام انشائي يسمى كلام ايش؟ انشائي كعبارات واضحة مختصرة قابلة للقياس والتحقق على شكل مقترحات بحيث لا تكون ملزمة ولا إجبارية صح؟ زي ما تنصتها سواء مش عشان مو من نوصل بس يدخل التوصيل وما كم درس أخذ ما راتك تبي تقول أوصي تحسن أمي أوصي لما تقول أحسن علاقة مع الوالدة صح ولا ما أشتكي شو أقول أوصي أعمل إلي وأعمل إلي أحسن علاقة بس معك صح ولا أحسن علاقة بس ما تبي تقول لها اللي أعمل إلي وأعمل إلي أحسن حسن العلاقة مع الوالدة لا ما تقول أي واحد والعبارة واضحة واضح ولا؟ ها التوصيات كلكم بتعملوا توصيات. وإذاك لازم التوصيات ما تعملش إلا التوصيات أربعة. حاول تقول وإذاك التوصيات عبارات شغل أربعة مختصرة. عمل 10 15 مستحسن. خاصة على نتائج حقك. بحيث تكون التوصيات مختصرة ومفيدة. يعني مفيدة حتى كيف أحد يقرأ سبيت مني سبيت. وقد تكون التوصيات يا شباب قد تكون أحيانا التوصية للمؤسسات صح؟ وأحيانا قد تكون التوصية للأفراد صح؟ يعني انا المشرعين والقانونيين يعني انا كان موضوع اسباب انتشار مرض الايدز صح يعني الناس بيصابوا الايدز في واحد بس صح انا بوضح حتى المواطن اللي قال لك ان توصل مع العامه شو مقترحات لا المقترحات في حاله تقريبا اسمعني شو قول ايش الفرق بين التوصيل والمقترحات خلينا احنا الان نتناقش على التوصيل يعني انا ممكن اوصي جهات مختصه كدوله كيانات سياسيه صح او منظمات وممكن اوصي حتى افراد مواطنين يعني كالعنوان مثلا اسباب انتشار مرض الايدز معروف ان الايدز قد ينتشر عن طريق الحلاقه احيانا صح؟ اذا لازم اوصي حتى توصيح حتى المواطن صح؟ حتى لان توصيح عامة المواطن يستفيد ايش؟ كيف يقي نفسه من هذا المرض صح؟ كيف استخدام الارشادات النظيفه و الى اخره إذا التوصيات هي نصائح صح؟ نصائح إما لمؤسسات أو أفراد أو جهات بحثية أو منظمات سواء كانت حكومية أو خاصة صح؟ مجموعة من الرشاد والإرشادات والنصائح الموجهة إلى جهات حكومية أو خاصة إلى منظمات بشكل عام إلى منظمات أو جهات سواء قد تكون حكومية أو خاصة عناوين بحثية يقترحها الباحث عناوين بحثية يقترحها ايش الباحث لمن للباحثين للقيام بدراسة الله عناوين بحثية يقترحها الباحث يقترح الباحث للباحثين الآخرين للقيام بهذا للقيام بدراسته مستقبلا. للقيام بدراسته مستقبلا. بشرط تكون هذه المقترحات من أين؟ من أين ما توصل إليه ايش؟ الباحث. من حين ما توصلت للباحث. الباحث يعني الآن يا شباب أنا وصلت إلى مشكلة نادية صح؟
مشكلات اجتماعية، مشكلات فنية، مشكلة داعش طلب من اجتماعي وصلت للرئيس القاضي يعاني من مشكلات أو مثلا مثلا لو قلنا مكافحات أسباب مكافحات الفساد في اليمن واحد كان مشكلة تنظيمية صح؟ إذا شندي عنوان خاص بجانب التنظيم شندي عنوان خاص بجانب ايش الفني خلينا بهذا المثال يا شباب أنا أقول المقترح تقترح الباحث أقول كذا المقترح العنوان عنوان هذا الصفحة المقترح عنوان فرعي خط فرعي يقترح الباحث يقترح الباحث على الباحثين القيام بدراسة الأجل أنا كيشكل عندي مشكلتين طلع المشكلة حقي نادية صح؟ نادية أول كلام مشكلة حقي نادية القاضي ولا لا؟ أيوه ايش أنت مقترح عليه؟ شغل إذا دراسة بعنوان دراسة بعنوان أثر الحوافز على من؟ على أداء القاضي صح؟ لأنه كان يعاني من إيه؟ من جانب المادي والله حسنا راتبه وديله راتب كبير حافز واضح لا المشكلة الثانية كان يعاني من التدريب صح؟ نعم إذا دراسة عنوان بدراسة دور التدريب صح؟ دور التدريب المهني صح؟ في تحسين أداء القضاة واضح لا؟ يعني بقترح أنا الآن عناوين بحثية من النقاط اللي توصلت إليها أنا عناوين توصيات القرآن توصيات إرشادات لكن أنا سندي عنوان بحث وش يا شجاع على النقل سابقا من بداية المحاضرة في البداية من مصادر الحصول على المشكلات في الدراسات السابقة يعني أنا كباحث أخذت الدراسة حق هذا الطالب لكن خل ايش عمل هذا الرجل؟ خل اقترح عنوان ثاني صح؟ عنوان بس هذا عنوان بس هذا فإذا كانت الطرحات عناوين بحثية لكن هذه نصائح أنت تديله الآن نصائح ها؟ شو قاعد تسوي؟ أنت مضبوط عنوان تقوم بضبط عنوان عنوان مشكلة عنوان لمين؟ لناس أخرين ايش بعد بس منين بشرط؟ بشرط من النقطة اللي أنا وصلت إليها ولذلك بعض الناس وقعوا في خطأ تعمل لك عناوين ما مش علاقة بالحقول النتائج أنت عندك مشكلة كان عندك بعض النظر صح؟ إذا عنوان بدي أثير أثار يا شباب تصدر وتناول على تحسين ايش؟ واضح هنا كان عندك نقص سعة واضح لو هكذا وصلنا عند اللهم صل وسلم وبارك طف خلاصك كده طفوا لنا انا عارف مش عارف هل يا محمد